دوالي الخصية هي عندما تتضخم الأوردة في كيس الصفن. تحدث هذه المشكلة نتيجة الوقوف لفترات طويلة في وضعية واحدة، وبالتالي فإن الدم يتركز في الأرجل. دوالي الخصية من أشهر الأمراض التي تصيب الرجال، والدوالي قد تسبب ألماً للشخص المصاب وقد لا تسبب أي ألم. لهذا يتساءل العديد من المرضى المصابين بدوالي الخصية، ماذا يحدث بعد أخذ حبوب دافلون؟ وهل دافلون فعال في علاج دوالي الخصية؟ هل يمكن علاج دوالي الخصية؟ يمكن أن تحدث دوالي الخصية دون شعور الشخص بأي أعراض، ومن الممكن أن تتسبب في حدوث بعض الأعراض مثل الثقل في الخصيتين وألم شديد، وخاصة في نهاية اليوم، ويقل الألم عند الاستلقاء على الظهر. هذا بالإضافة إلى الشعور بوجود كتلة منتفخة موجودة داخل كيس الصفن. وتوصف أدوية الدوالي مثل دافلون لتقليل شدة الأعراض. وفي الواقع الهدف من هذا الدواء هو أن يكون المريض قادراً على ممارسة روتين طبيعي والأنشطة اليومية. والعلاج النهائي للدوالي هو الجراحة. أما العلاج الدوائي مثل دافلون 500 فهو يحسن الألم كثيراً، ولكن لا يؤدي لزوال الدوالي بصورة نهائية. لهذا إذا كان الألم بسيط وكانت الدوالي من الدرجة الأولى، فعلى المريض تناول دواء عند الشعور بالألم ولا داعي للتدخل الجراحي. وتعمل حبوب دافلون على حماية الأوردة من الالتهاب والتورم، وتساعد بشكل خاص في الحفاظ على الصمامات في الجدار الداخلي للأوردة. تتكون دوالي الخصية بسبب فشل أو تلف مجموعة من الصمامات في الأوردة، وهذه الصمامات تمنع الدم من الرجوع إلى الوراء. ودواء دافلون يساعد كثيرا في الحفاظ على صحة الصمامات الموجودة في جدران الأوردة ويمنع تطور الدوالي. ويعتبر دواء دافلون من الأدوية المتوفرة في جميع الأسواق العربية في جميع الصيدليات. ويتوافر دواء دافلون في صورة أقراص تحتوي العلبة على شريطين، كل شريط به 15 قرص. كما يستخدم دافلون في علاج والوقاية من البواسير، وخاصة التي تحدث نتيجة لمشاكل وضعف الأوردة، وذلك لأنه يعمل على تقوية الأوعية الدموية ومنع تمددها، وذلك عن طريق تقليل التصاق كرات الدم البيضاء مع بعضها البعض. وعلى الرغم من الفوائد الصحية لدواء دافلون ودوره الفعال في علاج البواسير وتخفيف آلامها وعلاج دوالي الخصية، إلا أنه مثله مثل أي دواء آخر له بعض الأضرار أو الآثار الجانبية المحتملة الحدوث. لهذا يجب التحدث مع الطبيب قبل استعماله.